السلام عليكم. جن الدلمون، جن الدلمون المفقودة تتعرض لحالات التحرش. ايه هي جن الدلمون؟ ما اعتقدش ان ناس كتيرة سمعت عن كلمة جن الدلمون، بالرغم ان كان فيه من سنتين سنة 2018 طلع هاشتاج انقذوا جن الدلمون. جن الدلمون دي تتواجد في البحرين، اكبر مدينة العاب مائية في الشرق الاوسط. اكبر مدينة العاب مائية في البحرين، أكبر مدينة ألعاب في الشرق الأوسط، تكلفتها وصلت لخمسين مليون دولار، دولار مش جنيه مصري أو العملة البحرينية، لا تكلفت مبالغ باهظة جدا، غالية جدا. المدينة مدينة عالمية بالفعل في دولة البحرين. نتمنى إن إحنا نزورها في يوم من الأيام، دولة البحرين، علشان شعبها من الناس اللي هم طيبين كتير جدا. جنب الإمارات مش بعيد، بيروحها كتير من السياح في جنة دلمون، وخصوصا من الدول الخليجية وكمان من الدول الأجنبية. حديقة ألعاب مائية تعتبر الأحسن والأغلى على مستوى العالم. 2018 حصلت في جنة دلمون حالة تحرش في المدينة المائية. بنت كانت لابسة مايو، البنت عربية، جريوا عليها مجموعة من الشبان، حطوها في النص، بدأ التحرش بيها، كانوا عايزين يخلعوها اللبس بتاعها كامل. الفيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كله، موجود. اللي هيكتب ليلة التحرش بجنة دلمون هيلاقيه، اللي هيكتب جنة دلمون هاشتاج هيلاقيه، اللي هيكتب أي حاجة تخص كلمة جنة دلمون هيلاقيه على طول. الفيديو موجود. 2018 ظهر الفيديو، وبعده على طول الإعلاميين البحرينيين طلعوا كتير إن هم بيقولوا لا للتحرش في البحرين. الناس دي مش متعودة يعني إيه كلمة تحرش. حتى الأجانب بيعيشوا في الإمارات والبحرين والدول الخليج بيعيشوا بحريتهم وبيقولوا عليها دول أوروبية بالفعل. البنت اللي حصل لها حالة التحرش دي كانت لابسة المايو، وهجموا عليها مجموعة من الشبان وكانوا عاوزين يقلعوها اللبس بتاعها. حتى الممثلات البحرينيات طلعت برضه في الوقت ده وقالوا لا للتحرش البحريني او لا للتحرش في البحرين. دلوقتي للمره الثانيه او للمره الثالثه، جنة دلمون اكبر مدينه العاب مائيه في الشرق الاوسط بتتعرض لحالات التحرش العديده. شويه شويه الناس هتروح هناك عشان الناس تتحرش بيها، لكن المجتمع الخليجي مش قابل او مش قابل فكره ان هو يبقى فيه اصلا كلمه اسمها كلمة تحرش. طيب احنا نتمنى ان الدول العربية كلها، مصر اولهم، لان احنا طبعا مصريين بحكم الجنسية، وبعد كده الدول العربية كلها نتمنى فيها تفعيل وتغليظ حكم قضايا التحرش. اللي هيتلب مرة حكم هيفكر الف مرة بعد كده انه يتحرش او لا، وخصوصا ان في بلاد عربية او من دول شمال افريقيا زي تونس او الجزائر او المغرب ما فيهاش مثلا حكم الاعدام. يعني ممكن يبقى فيه تحرش واغتصاب وفي الاخر يطلع براءه او يبقى حكم مخفف. مصر ما فيهاش الكلام ده، ولكن احنا نتمنى تغليظ حكم عقوبه التحرش في الدول العربيه كلها، ونتمنى ما يكونش اصلا في كلمه تحرش. لو كل واحد قبل ما يعمل الحاجه دي يفكر في بنته وفكر في أخته وفكر في أمه وفكر في أي حد من عيلته، أي حد مش هيعمل الحاجة دي. جنة دلمون بتتعرض كل يوم والتاني لحالات التحرش العديدة. السلام عليكم.